نظام المساعدة الطبية الراميد للسيدة والسادة النواب المحترمين عن فريق الاتحاد الدستوري، فليتفضل أحد النواب. شكرا السيدة الرئيسة، السادة الوزراء المحترمين، السيدة والسادة النواب. لا زال نظام المساعدة الطبية راميد يعرف تعثرا كبيرا رغم بعض المجهودات المبذولة، سواء من خلال التسجيل أو من خلال منح البطائق. لذا نسألكم السيد الوزير، هل من تدابير ناجعة لإنجاح هذا النظام؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. الشكر الجزيل للسيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال والفريق كذلك. فنظام المساعدة الطبية ديما تنقول هو نظام عمومي، نظام إلزامي للدولة، وهو حق للمواطنات والمواطنين اللي أعطى صاحب الجلالة للتعميم ديالو، الانطلاقة ديال التعميم يوم 13 مارس 2012. فهذا النظام كاين إيجابيات، كاين مسائل تحققت فيها، ما تم منها العمليات الجراحية الكبرى على القلب والشرايين، منها زرع ديال الأعضاء، منها مثلا شراء الأدوية اللي كانت 675 مليون درهم طلعت المليار و200، طلعت 2 مليار و400 مليون درهم إلى آخره. ولكن كاين نقائص سلبيات اللي شرتي ليها، اللي أولها هو تحديد هاد الناس اللي غادي يستافدوا، لأن كاين مشاكل غادي نرجعوا لها ربما. كذلك كاين مشكل انه كاين اختلالات باش نختاروا هاد الناس. يكفي انا نذكر منها غير اختلال واحد، كاين من الناس اللي عندهم بطاقه الرميد الى يومنا هذا، يا للاسف 70 ألف مواطن ومواطن عندهم بطاقه الرميد وهما مستفدين ببطاقة أخرى هي نظام التغطية الصحية الإجبارية ديال لاكنوس ولا لاسينيس. هذا لا يعقل، لا من ناحية هاد الناس اللي تيستافدوا، ولا من ناحية هاد الناس اللي تعطيهم هاد البطاقات، وحنا مسؤولين أولا على هذا الشيء. فمن الإجراءات غادي نختصر، غادي نقول ثلاثة. أولا تبادل النظام المعلوماتي باش هاد الناس، باش الناس اللي تيشكوا بشهادة الاحتياج، كاين واحد التبادل النظام المعلوماتي منذ شهرين بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، أنه هاد الناس غير تيتسجل قبل ما تجي البطاقة، إذا كان مقبول تتمشي سميتو المستشفى باش بلا ما يتسنى البطاقة. النقطة الثانية هي تسريع وتيرة إنجاز البطائق. إلى يومنا هذا تنجزوا في الهيئة الوطنية تدبير النظام الصحي، يعني لانام لاجونس ناسيونال دو لاسيغونس مالادي، 6955 بطاقة يومين، 6955 بطاقة يومين. وأخيرا النقطة اللي خدامين مع المدى المتوسط والبعيد، لأن هذه البطاقة بوحدها ما تصلح حتى لشي حاجة، خص توفير الخدمات الصحية لهاد الناس، خص يكونوا التجهيزات، البنيات التحتية، خص الموارد البشرية. شكرا السيد النائب المحترم. شكرا لكم سيد الوزير. تعقيب للنائب المحترم. شكرا السيد الوزير على هذا الاعتراف في ضمن الجواب ديالكم. كنعلموا السيد الوزير حنا كنتوجهوا الى الحكومه من خلالكم، ونعلم ان نظام التغطيه الصحيه لحد الان ما بلغش حتى 20% من النسبه او من النتائج المتوخات منه. وغادي نعطيكم السيد الوزير الاسباب اللي عطلات هذا المشروع، رغم اهميته، رغم الامال اللي كانت معقوده من طرف المواطنين باش يستافدوا منه. الحالات اللي ذكرتو السيد الوزير هي حالات محصورة جدا، رغم تكلفتها، رغم ارتفاع التكلفة ديالها، هي حالات محصورة فقط. إلى بدينا بالنقطة الأولى، الطريقة التي عبئت بها هذه الاستمارة وهذا الطلب ديال الاستفادة السيد الوزير، اللي هي معدة من طرف مكتب الدراسات خارجي، كنلاحظوا على أن سكان العالم القروي ما تعاملوش مع هذه الوثيقة، لأن ما عبئوهاش بنفسهم. واحد المجموعة من الشباب تيكونوا في جنب القيادة كياخذوا كيعبئوا كيعاونوهم على تعبئة هذه البطاقة هذه. وهذه الورقة اللي كتضم هذه المعلومات هذه بطبيعة الحال وضعت واحد المجموعة كبيرة من الطبقة الهشة، وضعتها في إما وضعتها في طبقة فقيرة، وإما قصاتها من الاستفادة، لأنه هذاك الشخص هذاك البدوي واللي ما قاريش كان كياخذ على العاتق ديالو اجوبه، وكان حتى ذاك اللي كيملأ هذه البطاقه كيكمل من راسه، كيكمل له من راسه، كيقول له شحال كتربح في الشهر، شحال كتربح في العام، هو كيكمل من راسه. العداد ديال الكهرباء مثلا شحال كتستهلك، هو عنده واحد الضيعه فيها واحد ربع قطار ولا نص قطار، كيسقي شي شجيرات، داك الشيء هذاك الشيء كيتحسب في العداد ديال المنزل، وبالتالي تا هو تحسب له في الفاكتوره ديال الضوء، بان السيد كيخلص واحد الفاكتوره ديال 800 درهم ولا 500 درهم في الشهر ديال الضوء. هذا السيد راه ما بقى شيء من الفئه اللي خصها تستافد.
وبالتالي السيد وزير كنقولوا على ان هذه البطاقه المعلومات في البدايه ديالها كان فيها واحد يعني الخطا، لانه كان خص يكون واحد الشباك وحيد، واحد الشباك اللي غادي يعرف يتعامل مع الملء ديال هذا النوع ديال البطائق. والتصريحات ما كانتش كلها تصريحات صادقه، وبالتالي انه كما رجع على لسانكم ناس كيستافدوا من التغطيه الصحيه وهما ماشي ما خصهمش يستافدوا في الوقت اللي طبقات اخرى بقات خارج التغطيه. النقطه الثانيه السيد الوزير، ان 8 مليون ونص اللي وضعت الحكومه في البرنامج ديالها انها غتستافد من هاد الخدمات اليوم ارتفعات. 8 مليون ونص تبعات مع الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كنعيشوها ارتفعات. كنتوا واضعين واحد 50% من هاد الناس غادي يستافدوا في اطار الطبقه العاشه. الان فتنا. شكرا السيد النائب، رد على التعقيب من طرف السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا. غير اولا ربما ما نتفقوش على الارقام، انا نعطيك الارقام الى هذه حدود 3 ايام. الناس اللي عندهم البطاقه 1,665,000، المستفيدين 4,560,000، الحاملين التوصيل 1,500,000، الجميع الى جينا الناس اللي مستعجله التوصيل الاخرين هي 6,060,000، يعني حدو 70% ديال الساكنه المستهدفه، حدو 70% ديال 8.5 مليون اللي قلتم ربما تزاد. صحيح هناك اشكال باش تعبيرات اللي احنا متفقين عليه، غير اللي بغيت نقول كاين اشكال اخر. هاد الناس اللي احنا حسبناهم في الهشاشه يلاه 30% منهم اللي تيسحبوا البطاقه ديالهم، ما عندهمش ذاك 120 درهم. نشكركم سيد الوزير، شكرا.